أشرف السيد والي ولاية بشار على فعالية الاحتفال بذكرى وفاة الإمام عبد الحميد بن باديس وكذا يوم العلم، والتي شهدت إمضاء اتفاقيات في إطار مشاريع بحث وطن. ولهذا تم تأسيس هذه الجمعية من طرف كما قلت مجموعة من طرف من العلماء المسلمين الجزائريين، استعمال مجموعة من الوسائل النضالية والحضارية المتمثلة في الصحافة، تأسيس النوادي والمدارس الحرة. ذكرى وفاة الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله رائد النهضة الجزائري وكذا يوم العلم، وما زاد هذا الحدث قدسية هذا هي اليوم ولاية بشار تحيي على غرار باقي ولايات الوطن مثل ما تعودنا عليه كل سنة. هذا اليوم الذي يرمز إلى القيم النبيلة التي تركها العلامة ابن باديس رائد الإصلاح وأول رئيس لجمعية العلماء المسلمين. المشروع جاء من حل المشكلة، مشكلة على مسألة المبيدات اللي كانت ناتجة عن عمل الثلاث في 2004. هذا المستشفى ترابي مجمع قررنا إنشاء سرير ذكي للرعاية الصحية، وهذا السرير متكون من أو ذو ثمن وظائف. في تربية الجمال على البعد مع مراعاة نوعية جيدة للمياه، كما يمكن كذلك يعني توفير تربية كهربائية عن طريق الطاقات المتجددة. كما شهدت المناسبة تنظيم معرض للطلبة شارك به عدة نوادي وكليات أبرزوا من خلاله أهم إنجازاتهم ومشاريعهم. المشروع اللي اليوم جينا عضو هو مشروع لطالبتين زويف دو فاطمه الزهراء وبنو جعفر ناريمان. الفكره هي انه نحاولوا نديروا انتاج لبديل العلف للحيوانات ذات طابع استهلاك من طرف اهميتها ترفع لنا من سعر انتاج البيض ومن وزن الدجاجه، تغنينا على الادويه اللي نعطوهم للدجاج.